اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. قضيه هذا الاسبوع لقيت استنكارا واسعا من قبل المنظمات الحقوقيه المهتمه بالطفل والمراه، وتتعلق بمصير الطفله تفلت التي تم اغتصابها بشكل جماعي نتج عنه حمل. وهذه الجريمه التي كما قلت لقيت استنكارا واسعا خصوصا على مستوى الحكم الصادر ضد المتهمين. لمناقشه هذه القضيه معنا الاستاذ مراد فوزي المحامي ورئيس جمعيه حقوق وعداله. استاذ مراد فوزي اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا. استاذ مراد فوزي، بطبيعه الحال الجميع يعني الراي العام تاثر مؤخرا بالواقعه الاخيره اللي وقعت لهذا الطفل الذي تفلت، اللي يعني تم اغتصابه بشكل جماعي ونتج عنه حمل. يعني انتم داخل جمعيه حقوق وعداله كيف تلقيتم هذه الواقعه وايضا الحكم الصادر في حق الجنات؟ اولا شكرا على الاستضافه، وانا سعيد على اعتبار ان هذا الموضوع اخذ حيز من اهتمام ديال عدد من الجمعيات الحقوقيه، وخدنا في نقاش الذي من شانه في المستقبل على انه يحيي عدد من المبادرات ومن المقترحات اللي تقدمت بها عدد من الجمعيات الحقوقيه ومن الباحثين المهتمين والمحامين من اجل تعديل عدد من القوانين بشكل يتناسب مع طبيعه فداحه وشناعه بعض الجرائم. فجمعيه حقوق وعداله كشاننا شان عدد من الجمعيات الحقوقيه التي تعنى بحمايه حقوق الاطفال والنساء بصفه خاصه، للأسف أنه كانت صدمة كبيرة نتيجة الحكم الذي نعتقده على أنه حكم في صورته العامة مفروض أنه يتسم بالعدل، ولكن نعتقد على أن هناك بعض النواقص التي شابت هذا الحكم، ولكن للأسف النواقص ناجمة عن إشكالات بنيوية هيكلية أكثر منها ناجمة عن شخص القاضي الذي أصدر هذا الحكم، الذي ليس لنا السلطة الكافية، لا على اعتبار أننا لم نطلع على حيثيات الحكم ولا على المرافعات التي تمت أمامه ولا على المعطيات التي عرضت بين يديه من جهة، وثانيا لأنه أعتقد على أنه ممكن أن يتمسك بمبدأ السلطة التقديرية التي تسمح له بإعمال ظروف التخفيف التي يخولها القانون. نعم، هذا هو السؤال، يعني ربما القاضي أيضا يستند للسلطة التقديرية. في نظركم يعني إلى أي حد أن هذه السلطة التقديرية تدفع في اتجاه أنه تنصف الضحايا وخصوصا هذا الطفل هذه، ومع العلم بأن احنا كنتكلم فقط الآن في المرحلة الابتدائية وأمامنا أيضا المرحلة السنف. أنا أعتقد على أن السلطة التقديرية الممنوحة لصادر القضاة من أجل إعمال ظروف التخفيف القانونية هي أيضا مرتبطة بمقتضيات قانونية اللي هي المادة 147 من القانون الجنائي وفصل 147 من القانون الجنائي، واللي كيحدد واحد المعايير التي يتم اعتمادها من أجل تحديد أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا. في النازلة الحالية أنا أعتقد على أن الخطأ الذي وقع هو أن الصيغة التي تم اعتمادها من أجل النزول عن الحد الأدنى اللي هو في العقوبة ديالنا 20 سنة، كان في الصيغة باللغة العربية تم بطر جملة كاملة، وإلى رجعنا الصيغة باللغة الفرنسية ديال القانون الجنائي نجد على أن الصيغة باللغة الفرنسية تحدد على أن إذا كانت العقوبة من 20 إلى 30 سنة فإن النزول عن الحد الأدنى لا ينبغي أن يكون أقل من 5 سنوات، أي للقاضي الحق في التصرف في إعمال ظروف التخفيف القانونية والنزول عن الحد الأدنى، لكن دون أن يتجاوز هذا الحد الأدنى 5 سنوات، من 5 سنوات إلى 20 سنة، في حين أن الصيغة باللغة العربية لا تشتمل على هذا الفصل، لا تشتمل الفصل، ولكن لا تشتمل هذه الفقرة التي تتحدث عن العقوبة من 20 إلى 30 سنة، وإنما تحدث عن باقي العقوبات من 10 سنوات إلى 20 سنة ومن السجن المؤبد والإعدام، ولكن للأسف أن الصيغة باللغة العربية لم تشتمل على تلك الجملة التي تحدد للقاضي أنه له الإمكان يعني النزول يعني الحد الأدنى فيما إذا كانت العقوبة من 20 إلى 30 سنة دون أن يكون النزول عن 5 سنوات. فالصيغة باللغة الفرنسية إذا تم إعمال الصيغة باللغة الفرنسية فإن هذا الحكم يعتبر مخالفا للقانون، لأن العقوبة التي تم الحكم بها
هي عقوبة السجن من بسنتين حبسا نافذا، في حين أن الصيغة باللغة الفرنسية للمادة 147 التي تحدد هذه الحدود الدنيا في حالة إعمال ظروف التخفيف لا ينبغي أن تنزل عن 5 سنوات. ولكن كيف ممكن أن نوازن بين السلطة التقديرية ديال القاضي بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وأيضا البناء الحقوقي والبناء الفلسفي لهذه الواقع ومثل هذه الوقائع هذه؟ وهذا سؤال أشمل وأوسع. أنا أعتقد على أن البناء القانوني في أساسه غير صحيح، على اعتبار للأسف أن أصلا التمييز بين هتك العرض والإيلاج من القبول والإيلاج من الدبر والاغتصاب والافتضاد، وإذا صاحب افتضاد فهذا أمر كله يشكل بنظري تمييزا في مواجهة المرأة وتمييزا في مواجهة الطفلة. وأعتقد على أن البناء القانوني في أساسه، طالما أن هذه الجرائم في حد ذاتها جاءت في باب يتعلق بالجرائم المرتبطة بالأسرة، بنظام الأسرة وأخلاق العامة، فهذا يؤكد على أن المشرع ذاته أو نفسه لا يعتمد حماية المرأة في حد ذاتها بقدر ما يعتبر أن تلك الاعتداءات التي من المفروض أن تكون اعتداءات على المرأة وعلى الطفلة اعتداءات على الآداب. ولأجل ذلك فالبناء القانوني في أساسه بناء غير صحيح، ومن المفروض أن يتم أن يكون هناك تعديل تشريعي بحيث أن تعتبر الاعتداءات الجنسية على الأطفال جرائم لا يمكن التسامح بشأنها. ومن ذلك مثلا الأعذار المخففة لا يمكن تطبيقها في حالة قتل أصول، وفي بالتالي إذا ما تم هناك تعديل تشريعي يجعل من الاعتداءات الجنسية على الأطفال جرائم لا يمكن التنازل بشأنها أو إعمال ظروف التخفيف بشأنها، أو على الأقل أن يكون هناك حد أدنى لا يمكن النزول تحته، فمن شأن ذلك أن يحمي فعلا المرأة كمرأة والطفل كطفل، وذلك بما يتناسب طبعا مع كل تلك المناشدات التي نعيدها في كل مناسبة بشأن حماية الأطفال والانسجام مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال وغير ذلك، وحماية النساء من العنف. نعم، الملاحظ هو أنه إلى جانب هذا النقاش القانوني هناك أيضا نقاش حقوقي، عدد من المنظمات الحقوقية المختصة بالأطفال والنساء يعني نددوا بهذه الجريمة هذه، وأيضا بالحكم الصادر. إلى أي حد أنه مثل هذا الملف سوف يشكل أيضا مدخلا لإصلاح كما قلت تشريعي حقوقي؟ أنا أعتقد على أن هذه الوقفات أو هذه البيانات التي صدرت ويمكن أن تصدر عما قريب في شخصي في بخصوص هذه القضية لا ينبغي أن تخرج عن مناقشة قضية، وهي قضية التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تحقق أمنا قضائيا وحماية للطفل وحماية للمرأة، على اعتبار أن محكمة النقد في حالة ما إذا تمت مناقشة السلطة التقديرية في حد ذاتها، فمحكمة النقد في عدد من قراراتها اعتبرت أن القاضي له كامل الحق في إعمال سلطته التقديرية. وبالتالي فأعتقد حتى مسألة إعمال السلطة التقديرية من عدمها فيه نقاش، على اعتبار أن القاضي المفروض أنه هم القضاة هم حراس الضمير المجتمعي، وبالتالي ف إعدام تلك السلطة التقديرية من شأنه أن يجعلنا أمام آلة عوض أن نكون أمام إنسان يحرص فعلا ضميرنا المجتمعي. لكن أعتقد على أن مثل هذه الحملات يمكن أن تشكل تغييرا في ضميرنا بخصوص التعامل مع تلكم القضايا. ومن ذلك مثلا ذلك التعويض الذي تم الحكم به الذي لا يتجاوز 30,000 درهم، وهو يؤكد على أن الاعتداء في حد ذاته على المرأة وعلى الطفلة لم يكن عند شخص القاضي إلمام، أعتقد أنه لم يكن هناك إلمام كاف بأن الأمر يتعلق بحياة. فأعتقد على أن التعويض الذي تم الحكم به يكاد يوازي تعويضا عن بطر أصبع في مادة حوادث الشغل.
يعني أن تلك الحياة التي أنهاها ذلك الاعتداء الجنسي لا تساوي في الأخير وفي الأول والأخير لا تساوي شيئا. والخطير أستاذ شوقي وأستاذ مراد فوزي هو أنه إحنا الآن أمام طفل، يعني وليد ديال طفلة عندها 12 سنة، شنو المصير ديال هذا الولد هذا؟ هذا أمر، الأمر الحقيقي أن إحنا العلاج ليس بالقانون، على اعتبار أن القانون أوجد آلية من أجل أن يتم نسبة هذا الطفل إلى ذلك المتسبب في الحمل وفي الولادة، ولكن هذا الأمر هو الذي تحدثت عنه بخصوص ذلك التعويض الذي تم الحكم به، الذي لا يوازي لا تعويضا عن إنهاء حياة أعتقد بالنسبة لتلك الطفلة التي لا تتجاوز أعتقد 12 سنة، وهو تعويض أيضا لا يمكن أن يشكل جبرا للضرر بالنسبة لذلك الطفل الذي لا ندري كيف ستكون حياته في المستقبل. فعلا، لأنه الآن أيضا كتكلم أستاذ مراد فوزي على الحملات الحقوقية، وأنتم أيضا عرفتم على مر التاريخ الحقوقي بترافعكم ضد زواج القاصرات، إلى أي حد أنه هذا زواج القاصرات أيضا هو شكل من أشكال هذا العنف والاعتداء الجنسي والجسدي أيضا على هذه الأطفال؟ نحن في جامعة حقوق وعدالة وفي ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات وعدد من الجمعيات التي تشتغل على نفس هذه المنظومة، نعتبر على أن الأمر لا يتعلق فقط باعتداء جنسي ولكن هو يتعلق بتجارة بالبشر، وأعتقد على أن مثل هذه الجرائم أيضا هي في شكل من أشكال التجارة في البشر، على اعتبار أن استعمال العنف واستغلال الهشاشة متوفر كأركان في هذه الجريمة وفي جرائم تزويج الطفلات. فأعتقد على أن هذا الأمر كما ابتدأنا في حوارنا، أعتقد على أن الأمر يتعلق حقيقة بتغيير البناء القانوني من جهة، وبرفع الوعي لدى العاملين في المنظومة القانونية، رفع الوعي بمعنى أن التحسيس والتكوين والتدريب المستمر بشأن حماية الأطفال وحماية النساء ينبغي أن يكون مشوبا بنفس حقوقي، لا ينبغي أن نتعامل معه كباقي الجرائم وكباقي الأفعال وكباقي الاعتداءات التي تتم سواء على الأموال أو الأشخاص أو الأشياء. فعندما يتغير البناء القانوني وعندما يصير القاضي يحكم بنفس حقوقي، يتم تنزيل تلك المقتضيات القانونية بشكل يتناسب أولا مع الردع العام والخاص الذي يحققه القانون الجنائي، وبشكل يتناسب مع جبر الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها تلك الاعتداءات. أستاذ مراد فوزي وأنت رئيس جمعية حقوق وعدالة كنت معنا ضمن مناقشة هذا الملف، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك.